أخيرا وليس آخرا حلقة عالم الرموش. جيتكم في تكنيك خطير والله، اللي ما يعتمده يطلع برا. يلا برا قبل ما نبدأ. هيك بالرموش ما بشوف، هيك برضو مش عايز أشوف. بعد ما عملنا البيس خلاص هنبدأ نعمل كده مظلات كده تحت العين كده جوه. ركزوا لأني صعبة، ركزوا. هاي هنبدأ ناخدها هون لفوق. بعد ما سوينا هاي هيك، هاي اللي هون نعمله برضو لفوق. هنمشي على الخط اللي تحت واللي بعده كمان، ونبدأ كده كله لغاية ما نوصل هنا. نعكس بقى، أوكي نعكس. أه. عكسنا. أهم شيء الانسيابية، الانسيابية في اليد. يلا بينا يلا بينا. ولو بدكم بقى تكثفوا هون، تكثفوا شوي. ومن تحت نفس التكنيك، وروني وابعتولي على التطبيق اللي ما ينذكر اسمه.